السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع ازاي ان انت تغير خلفية الفيديو. يعني تبقى انت مصور الفيديو مثلا وانت قاعد في البيت او قاعد في اي حتة، ويظهر ان انت بتتكلم في مكان تاني خالص. ممكن مثلا واحد بيتكلم كأنه بيتكلم مثلا في باريس، او بيتكلم في على حسب الخلفية اللي انت هتحطها له. وممكن تغير الخلفيات اثناء الفيديوهات اللي هي الشرح والحاجات دي، نغير الخلفيات بتاعتها يبقى كانك بتتكلم من مكان تاني غير اللي انت بتتكلم فيه بالظبط. وهنشوف مع بعض ازاي ان احنا بنحط الفيديو على خلفيه تانيه او على صوره تانيه، وهنشوف مع بعض. يلا بينا نشوف الفيديو. بنفتح الكيم ماستر زي ما انتم شايفين، وبنقول له هاتلنا واحد جديد. بناخد اللي هو 916 دوت، وهيقول لي هتختار ايه. فطبعا هنختار له الاول، هنختار اللي هي الخلفيه السوداء دي ونمشيها نطولها شويه. خلاص، بعد كده بناخد الخلفية اللي احنا عاوزين نحطها. فهنشوف الخلفيات اللي احنا كنا عندنا. مثلا الخلفية ديت، تمام. ممكن نكبرها بحيث انها تاخد شكل الشكل كله. وبنكبرها برضو، نطولها كده. وبعد كده نجيب الفيديو اللي هو اللي احنا مصورين. ايوه هو ده. بنجيب الفيديو اللي احنا عايزين نطلعه وبنكبره. بالشكل ده. دي بقى الفكرة في الموضوع كله، ان لازم الفيديو اللي انت هتصوره تكون خلفيته خضراء، عشان الخلفية الخضراء ديت هي اللي هنقول للفيديو يشيل الخلفية الخضراء ديت، فيقوم يسيب الصورة ويشيل الخلفية. طيب هنيجي نشتغلها بقى. هنقول ده بقى هنخلي ديت هي ترجع لورا، نقول له جو سند باك. خلاص، وبعدين ناخد ديت ونقول له اشتغل لي بها بالكروم. لو احنا شلناها كده اهي كده، هو شال لي الخلفية الخضراء وبقت الفيديو شغال على الصورة بدون خلفية زي ما انتم شايفين كده. ممكن بقى نحطه هنا كده، نشيل الصورة ونحطها هنا كده زي ما احنا عاوزين، نخليها كده مفيش مشكلة. هنيجي نشغلها بقى ونشوفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هكلمكم عن يبقى هو اشتغل وهو على الخلفية كده. الموضوع ازاي ان انت تغير خلفية الفيديو. ده بالنسبة، وممكن بقى نغير له خلفيات، يعني مثلا نجيب خلفية تانية. ممكن نجيب الخلفية دي مثلا زي اللي احنا شفناها مثلا، ونقول له روح بيه سند باك. هيجي برضو نفس الطريقة زي ما انت شايف كده.
انت قاعد في البيت طيب. او قاعد في اي حته ده شغال هنا اهو، يظهر ان انت بتتكلم في مكان تاني خالص، ممكن مثلا وبعدين الخلفيه اتغيرت شغاله هنا بتتكلم في على حسب الخلفيه اللي انت هتحطها له، وممكن تغير الخلفيات اثناء الفيديوهات اللي هي الشرح والحاجات دي، نغير الخلفيات بتاعتها وكده. يبقى احنا عرفنا ازاي ان احنا نركب الصوره على الفيديو. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة، وياريت تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.